طيب اللاعب كابتن حسن، وانت لاعب قديم يعني، اللاعب عطائه اكيد يعني مو يختلف لما يلعب على ملعبه وامام جمهوره مثل هذا الجمهور الكبير، هو مجرد الجمهور يفوز اكبر فريق يعني او اي فريق هذا يعني. هذا اللاعب العراقي محتاج شيء لو ما محتاج لاعب 12 لا وبهذا مثل هالجمهور هذا طبعا طبعا انت مو لو لاعب المنتخب العراقي بالتصفيات بالمرحله الاولى امام يعني هذا الجمهور، ما تعتقد انه كانت النتائج كانت تختلف؟ يعني من ظلم راضي شنيشل برايك في هذا الموضوع كابتن راضي؟ اكيد لا. شوف يا استاذ حسام، كابتن راضي يعني مو بس مو قصه انظلام ما انظلام، لكن هي هاي الظروف عكست معاه بهذه الطريقه. يعني انت تدري احنا حتى ب 86 ما لعبنا مباراه في بغداد، يعني كل مبارياته كلها خارجيه كانت صحيح، وايضا صعدوا منتخبنا صعد من 86 نعم. اي فهي جانب ايجابي معنوي، اوكي صحيح انا معاك اتفق معاك نعم، لكن احيانا تبقى العطاء اللاعب استاذ حسام عطاء اللاعب هو من يسير المباراه كيف ما يشاء صحيح. المدرب يعني يشكل لك تشكيله متجانسه، يطلع لك يوصل لك اسلوبه عمل تفكيره يوصلها للاعبين، لكن هناك العمل الاهم والمهم والاهم هو اللاعب كيفيه قدراته كيفيه اظهار قدراته نعم. بهكذا مباراه طيب. حاسمه اللي حدث مع كابتن راضي اللاعبين وجهه نظراني بس لا يزعلون عليه اللاعبين من خذلوا خذلوا الكابتن راضي اللاعبين من خذلوا الكابتن والله راضي. مو بس اللاعبين يا كابتن حسن، هي الدنيا كلها جيشه ضد هذا الكفاءه العراقيه الكبيره، هذا الانسان الخلوق الرائع. خلي اشوف راي كابتن سامي